كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفتش من قناتي اسراء جيمر. اليوم احنا بلعبة سبيك اكس تي، واليوم طبعا يا جماعة جبت لكم جماعة يعني اغلبية ما كان بيعرفها، فانه جماعة بيك اكس تي بتحديث ال او اس برايز ضافوا جماعة اشي اسمه انه اي سباي، يعني بتخليكم ممكن تتجسسوا مشان تبحثون عن هدول البطاقات او هدول الاشياء تبع ال او اس برايز ماكو شايفين كذا، ولازم نجمعهم. فضافوا الالة هاي زي بتحديث الارشيف، فضافوا جماعة الة بتخلينا نبحث عن هدول مشان بالاخير جماعة رح نحصل على كثير من الكلوز من مفاتيح، مشان بالاخير رح نحصل على اشي رح نعرف اشي سيح ما بعرف بالضبط شو هو، بس حديث الارشيف. فانا اغلبكم رح يكون بيعرف كيف عم نستخدم هاي اللي اسمها الاي سباي، يعني عين التجسس، هي الترجمة تبعها. المهم طبعا قبل ما نشوف الفيديو اخبركم اكثر عن هالشيء، فتبع الفيديو الاخير كمان ما تنسوا انكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناة، كمان يا جماعة اعمل لايك لهذا الفيديو كثير ضروري يا جماعة، فحطوا لايك وبس. هلا تمام خلينا نبدا. اوكي لايك لازم تدري انكم تحطوا لايك. اوكي بسرعة 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 بسرعة. ماي جاد قربت يا جماعة تخلص صلاحية الآلة. اوه لا تمام. هلا طبعا عندي 3 من المفاتيح. اوكي 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 يلا بسرعة 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 رح تخلص صلاحية. اوه ماي جاد ياي الحمد لله خلصت يا جماعة نص وقت لأن جمعت فيها الكلو الرابع. اوه ماي جاد الحمد لله. اوكي تعالوا اخبركم اكثر عن هالاشياء. اوكي مع جماعة بيكيكس ضافوا هاد الروبوت، ضافوا 2 اعتقد من الدنيا. اوكي رح صور يو ليكو هو هذا، فضافوا هاد وكمان ضافوا روبوت تاني شفتوه جنب جنب المكان مدينة مدينة الروبوت، فا اللي فيها البيضات والصناديق السرية ساحرة اللي بتبيعها. المهم فايوب خلي افرجيكم وين. اوكي هون طبعا هون. اوكي هو هذا، ففي جماعة 2 منه، هذاك اللي بمدينة البيوت هذا اللي بمدينة الروبوت، بس ما بعرف إذا في بس هدول 2 أو لا. وكمان إذا كانت هالآلة اللي هو بيبيعها ما بيبيعها السياحة، بس هو بتستأجروها لمدة معينة عن طريق إنكم تتفرجون على إعلان، فيب فما بعرف السياحة إذا هي يعني بتنباع، فبس يا ريت يعني خلوها تنباع هالآلة مشان تصير معنا للأبد، يعني ما نصير يعني ما أجي أشوف عم بيع عنا إشي تاني. اوكي بس الله هذي روبوتات، طبعا هذي الروبوت اللي وراها هدول الاشياء اللي بالالوان، وهدول هدول لا هدول يا جماعة تبع الاثاث. اوكي بس الروبوت اللي ما معه ولا اشي، اللي بس حامل هديك الالة او البطاقة او ما بعرف ايش بايده، فهو اللي لازم انكم تروحون وتحكون معه. فيب خليني اشرح لكم اكثر. طبعا هذا يا جماعة هو روبوت بيعطيكم هاي الالة هاي. اوكي هالالة هاي بيعطيكم اياها بس مقابل انكم تتفرجون باعلان، بس ما بيعطيكم اياها يعني تضل معكم للابد لا، ما هي بس بتين انه عندكم يعني وقت محدد، فلو بخلص خلص بتخلص صلاحيته وخلص. فا اوكي انا يا جماعه بهذا كلوز 4 مؤشرات، ايوه مؤشرات. اوكي هيك اوكي بخاخ او من العطر اللي بخليكم تحطوا مكياج. أم طبعا يا جماعه ضافوا عطر جديد بالبيت، مو ماي جاد اشتغل بيت. طبعا بيت هي حيوان اليف، كان بدي اقول لكم بيت شوب يعني محل حيوانات اليفه، بس لا محل الحيوانات اليفه ايش دخله مع المكياج. او ماي جاد طبعا بمكان تبع الهير سالون يعني صالون حلاقه. فا اوكي اها فايب فلم طبعا بعطيكم هاي، فا خلص بتاخذوا لمده معينه باعلان وهيك ما فيكم تشتروها، فكل هدول الاشياء احنا بنعرفهم. بس يا جماعه يعني شو كان بدي اقول؟ اوكي ايش فائدة هدول؟ زي ما سمعت التحديث تبع الاكس تي او شيفز صرنا عم نجمع اشياء الصراحة نسيت ايش هن، والله نسيت ايش كنا نجمع بتحديث الار شيفز. ماي جاد نسيت لما كان قاعد من المفقود وكذا وكذا، والله نسيت. فا وكمان هلا بالال اس برايز فلازم نجمع الكلوز مشان انه انلاك نيو ستيكرز فور يو البوم، فهدول يا جماعه ما رح يعطونا ولا اشي الا هدول الستيكرز اللي هون. اوكي فالستيكرز اللي هون يا جماعه فرح يعطوكم ستيكرز جداد. ما قادر اشوف
اوكي ليكو رح يعطوكم هدول الاثنين. فاول شيء عندنا جماعه مهمه، يعني هي مهمه بتقولكم انه او ماي جاد سو ماني برايز، كليكت اول ذا بوت بوكسز. او لا 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 مو هاي. اوكي هاي خلص شوف. او اوكي لا مو هاي. جود اوكي اي جس جماعة هي هذه. اما بتكون جماعة هون ستيكر، فايش هاد؟ اوكي اما بكون طبعا هون جماعة ستيكر، ف بتاخدوا طبعا جماعة هداك الستيكر. بعد ما بتخلصوا جمع هدول ال ال شو اسمه او ماي جاد الكلوز، فا يب لازم جماعة انكم تجمعون كلياتهم حرفيا، مشان انه جماعة انه لازم نجمعون كلياتهم. اوكي حصلت على كل شيء هون، هون ما حصلت على كل شيء، هون ما مو على كل شيء لأن أنا لسه ما طلعت التاني، يعني تخيلوا ولا مبيع. ف هون تبع البيوت اوكي او ماي جاد شو هاي. طبعا يا جماعة المهم يا جماعة رح تاخدوه بعد ما رح تجمعونا كثير كلوز. ماي جاد عم حاجة اني ابحث سنة عم ابحث عن ستيكر، فاكيد ما رح تكون هون. فهون هون هون او ماي جاد هون complete all weekly casts. Oh my god. هون pizza time. اوكي لا اوكي اوكي فاعتقد هي هذه، هو هذا الستيكر. لانه يا جماعة هذا ستيكر يعني خلص سيكريت، فبيقدر يكون هو او هون 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 يا جماعة حيكون. فخلنا نشوف. اوكي بيقدر يكون هذا. لا او ماي جاد ما في ما في. اوكي صراحة اسف بس ما بقدر اني اعرف يعني ايش هو الستيكر اللي رح نحصل عليه بعد ما رح نخلص هاد. بس يلا اوكي او ماي جاد حصلت على ستيكر جديد. Take a look at your sticker book. Oh yes, I don't know جماعة طبعا هي مهمة. فخلصتها بمجرد انه انا هون شفت بالستيكر بوك وصرت عم ابحث عليه وفتش وهيك. Oh my god وكمان جماعة كنا بالاول جماعة بناخذ 150 كوينز من خلال الويكلي كاست، اقصد يا جماعة الديلي كاست يعني المهام اليومية، كنا بناخذ يا جماعة 150 كوينز. بس بعدين يا جماعة صرنا بناخذ 300، وهلا يا جماعة صرنا عم ناخذ 600 كوينز. فا oh my god الويكلي صرنا عم ناخذ 4 جواهر. تخيلوا بعد مدة بنصير ناخذ 100 جوهرة على كل اشي، على كل خطوة بناخذها، على كل خطوة بنسويها بنحصل على كثير جوهر. او ماي جاد تخيلوا. اوكي فا اوكي مشان انكم تبحثون على الكلوز تكبسون على هاي تبع البحث، تكبسون على هون مشان الاعلان، يعني تكبسون على هاي يعني الاعلان، فبتحضروا الاعلان كلياتهم. بعدين بتضلوا يا جماعه هون يعني بتفتشوا عن زي ما كنت يا جماعه بسوي باول فيديو، فكنت عم فتش عن هدول الاشياء الذهبيه اللي هنا مكتوب عليهم اللي قلت سبرايز، فلازم نجمعهم كلياتهم. لازم اعتقد كل يوم نجمع 10 او بالتحديد كامل 10، اللهم بارك.
لما يصير لونها اصفر انه انتم شوي قريبين، فبس لما يصير لونها اخضر بيعطيكم اشعاري لازمكم تتبعوه. فمثلا انا عندي اللون الاصفر، فخلص رح اضل متبع عليكم. صرت بالاخضر فلازم اتبع السهم لين ما اوصل لهاي تبع ال او اس برايز. بس طبعا بدي سيح اخذ صوري لهاي تبع ال او اس برايز، ف يس مشان اتذكرها وهيك عم جمعها. فالمهم رح اخذها هلا. طبعا لازم نمشي اكثر، نمشي 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 لين ما تصير هاي طبعا صفراء، بعدها بتصير خضراء وهيك عم نجمع. فصريحة شوي صعب، فرح اطلب من شركة لعبة بيك اكس تي انه يضيفوا لنا هاي الآلة هاي اللي اسمها اي سباي، يعني مشان نشتريها يعني بتضل معنا ابدا للابد. فبس هيك طبعا جماعة خلص هالفيديو، فلا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة. كمان رح ارجع يا جماعة احط كمامتي، انه يعني دايما عم احط الكمامة مع هالوجه. لايك وباي.